رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. حلقة جديدة ورحلة جديدة من برنامج بين أهلنا موسمنا الثاني. اليوم احنا في أطراف بغداد، منطقة المدائن، بالتحديد طاق كسرى أو إيوان كسرى. حيدر، هاي المنطقة أو المدينة تضم عدد كبير من المزارات أيضا. نعم. والأضرحة، اللي من ضمنها مرقد الصحابي الجليل سلمان الفارسي أو المعروف سلمان المحمدي، وأيضا مرقد الصحابي الجليل حذيفة بن اليمام وعبد الله بن جابر الأنصاري. هواي أضرحة موجودة هنا ومزارات دينية. أيضا هاي المنطقة هواي عراقيين زاروها قديما، لكن هسه ممكن أنه مو هواي، أكو سفرات مدرسية بسيطة تجي من الكوت من واسط أو من مناطق القريبة. أطراف بغداد أيضا. بغداد أول مرة. أول مرة وانت حيا. أكو قصة لازم الناس كلها تعرفها عن هذا الشرخ اللي موجود. أكيد بعدين نعرف. بعدين نعرف. أنت جاي هالمكان؟ أنا هاي أول مرة أجيب صراحة. أنا جاي وما خسرة هيك. عاد أوريهم وياه بعدين. لا تقولش قد أوريهم. شوفهم. يلا. يعني حبيت الطريق كلش حلو. حلو. المزارع والبساتين والبحيرات الاصطناعية كلش حلو. أنت كلش تحب أي شيء بأكل. أي يعني. أي لازم. فهذا الشيء كلش حلو. يقول لك المدائن نفسهم طيبة و. فطورهم طيب. اليوم راح اليوم نقضيها فطورات. يلا اوكي نروح. يلا. هو كسرى تعرفه منو؟ ملك الفرس. هيا بنا. هيا بنا ننزل. يلا توكل منك. جيد. فخر طارق. فخر طارق. اكشن. فخر طارق عمي بطل. كشو فوت اكل. جانا وفرحنا ابو بعد غيابو. هيدا تعرف شنو هاي الفتحات؟ اهلا رتاوية. لا هاي مثل القطعة اللي سوى لها هيك حتى من يضرب بها الهواء يتعبى. اي انا مد له ياقع. عجب منه. تدري طارق يقولون اذا عليت صوتك بدرجة معينة احتمال يوقع علينا. لا لا نطلع. تعال حيدر حيدر حيدر